السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وأتباعه وسلم في الأولين والآخرين وكل وقت وحين وفي الملأ الأعلى ليوم الدين. Diagnosis of acute intestinal obstruction. هيجي لنا يا جماعة عيان في الاستقبال وإحنا قاعدين في الجراحة. في استقبال الجراحة جاي لك بقى عيان وتوقعت إن هو قد يكون يعني حالة intestinal obstruction. فأول حاجة هفكر فيها هي الحالة دي فيها حالة acute intestinal obstruction ولا لا؟ وبعد ما هنشخص حالة دي acute intestinal obstruction لا، هبتدي أفكر بقى في الحاجات التانية. يا ترى السبب إيه؟ الليفل of obstruction إيه؟ يا ترى نوع الobstruction ده simple occlusion ولا strangulation ولا إيه بالظبط؟ ففي أول خطوة بقى عايز أعرف الحالة اللي جاي واحد يشتكي كده من acute abdomen دي حالة acute intestinal obstruction ولا لا؟ أول حاجة هناخد history، أنت بتشتكي من إيه يا عم؟ طبعاً the earliest manifestation وال earliest symptom لل intestinal obstruction، أول لما حصل obstruction ابتدت الانتستين تعمل hyperbristalsis عشان تطرد ال content of the intestine بالعافية against the obstruction، وده يبان لك في شكل abdominal pain عشان MCQ the earliest symptom abdominal pain. البين طبعا في حالات الانتستاينال اوبستراكشن في جميع الحالات بيكون كوليكي بين لان نتيجه هايبر بريستالسيس، فيما عدا مين؟ فيما عدا الباراليتيك ايلياس. الباراليتيك ايلياس ما فيهاش بريستالسيس، دي الانتستين بارالايزد، فالعند مش هيكون لا عنده لا وجع ولا عنده كوليك ولا حاجه خالص. الكوليكي بين ده بقى اللي هو نتيجة هايبر بريستالسيس، هو الانتستين تقدر تعمل كده بريستالسيس إلى ما لا نهاية يعني؟ لا طبعا، المصل بتتعب، فهتبص هتعمل اتاك اوف هايبر بريستالسيس وانت تحس بالمغص، وبعدين اما المصل تتعب هتقف وتستريح. وعشان كده هو الكوليكي بين ده لازم هيكون انترميتنت كوليكي بين. تاني سيمتوم بعد البين هيكون البروجكتايل فوميتنج. ده معنى كلمة يا جماعة بروجكتايل، طلع الفوميتنج باندفاع فظيع. ليه؟ لأنه under the effect of antibristalsis. Antibristalsis قوية راحت واخدة ال content of the GIT against الاتجاه الطبيعي وراح الترشال بره، فالعند هيكون عنده repeated persistent projectile vomiting. وارجع واقول لك هو دايما projectile الا في حالات الباريتيك ايليس. الباريتيك ايليس لا فيها لا بريستالسيس ولا فيها انتي بريستالسيس، فمش هيكون فيها لا وجع ولا projectile vomiting. هي طبعا الباريتيك ايليس هيكون فيها some sort of vomiting بس مش projectile. تفتكروا البريستالسيس الفوميتنج والبين هيكونوا سجستيف للليفل اوف اوبستراكشن ولا لا؟ طبعا اكيد يا جماعه مكان الوجع هيكون كاركترستيك للاوبستراكشن. ازاي؟ لو وجع فوق السره، لو وجع فوق السره ده يبقى اتفقنا الوجع ده بتاع الفورجات. ومين فورجات؟ الـ upper part of the duodenum. طب لو الوجع حوالين السرة ده يبقى midgut، ولو الوجع تحت السرة ده يبقى الوجع بتاع الهايند جت. ده أولا. الحاجة برضو المميزة جدا الـ vomiting early ولا late؟ لو انت مثلا هنضرب مثال بالنقيضين يعني اعلى ليفل ممكن واوطى ليفل، لو انت سديت نواه في منطقه الديودنم الفوميتنج هيكون ايرلي ولا ليت؟ طبعا طبعا الاكل هيتجمع بسرعه والبريستالسيس مش ناجحه انها تعدي الاكل بالعافيه فيسيولوجيكالي، لكن الانتي بريستالسيس سكتها سالكه تك. ايرلي فوميتنج في حالات السمول intestinal obstruction
حالات الهاي بالذات small intestinal obstruction. بينما في حالات large intestinal obstruction، في حالات large intestinal obstruction تصور مثلا obstruction هنا في الريكتم، فعلما الأكل بقى يتجمع في الكولون كول وبعدين يتجمع في السمول انتستن وتقدر الانتي بريسيس ان هو تعمل لك فوميتنج، ده فيري ليت وغالبا مش هيكون موجود. فايرلي فوميتنج اول لما الحاله ابتدت تعرف ده وان هاي سمول انتستن اوبستراكشن، مفيش فوميتنج خالص او فوميتنج بعد عده ايام تعرف ده وان لارج انتستن اوبستراكشن. العيان وهو بيرجع ايه؟ بيرجع كلير فلويد ثم فلويد لونه اخضر ثم فلويد بني معفر ريحته وحشه قوي، بيتقال عليه فيكولانت فوميتس. فيكولانت بلاك كده هو اوفنسيف فيكولانت فوميتنج، يعني شبه الفيسز بس مش فيكال فوميتس. فيكال يعني واحد بيرجع ابراز، لكن ده لا مش فيسز، ده لونه اسود كده على بني غامق وريحته وحشه قوي شبه البراز، فيتقال عليه فيكولان نوت فيكال فوميتنج. طبعا واضح وانا بشاور بالسهم هو ايه الكلير فلويد اللي في الاول ده وان الجاستريك كونتنت، ايه اللي لونه اخضر ده وان البايل ستند فلويد اللي هي الجيودينال كونتنت، ثم ايه بقى اللون البني الاسود ده اللي ريحته زي الطين، ده بقى الانتستينال هيموراج. ابتدى يحصل ulceration في الميوكوزا اوف ذا انتستين وتخر دم في اليومن وينتظروا الدم ده من بكتيريا تعمل فيه بيوتريفاكشن، فعشان كده هترجع حاجه لونها بني او اسود وريحتها من البيوتريفاكشن زي الزفت، فده عباره عن low intestinal content وفي حالات السيفير كيسز اللي هي نتيجة بداية الانتستينال هيموراج. العيان ده هو طبعا تالت حاجة هيشتكي منها بطني منفوخة قوي يا دكتور، فالعيان ده هو عنده abdominal distension. ليه عنده abdominal distension؟ اللوبس اوف انتستين اباف ذا اوبستراكشن كلها ديسندد بكميه فظيعه من الجاز والفلويد، فالعيان ده هيكون عنده ابدومينال ديستنشن، بس دي على فكره اخر حاجه وما بتكونش موجوده غير في الادفانسد كيسز. ليه؟ اما الانتستين خلاص بقت فلاسد ومش قادره تعدي الاكل اجينست الاوبستراكشن، فابتدت اللوبس اوف انتستين تبقى ديستندد قوي 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 قوي، فمع الفلاسيديتي اوف انتستين والديستنشن اوف فلويد وجاز بالفظاعه دي بقى في الاخر اخر حاجه فيه الابدومينال ديستنشن. العيانين دول يا ترى لو دخل التواليت هيعرفوا يجيبوا حاجه؟ طبعا في حالات الاكيوت انستينال اوبستراكشن طبعا مفيش حاجه بتعدي للديستال بارت اوف ذا انتستين، لو السكه سد هنا يا جماعه ومفيش حاجه بتعدي ديستال الاوبستراكشن يبقى الجزء الديستال الاوبستراكشن ده هيكون طبعا فيه كونتنت موجوده من قبل الاوبستراكشن. العيان ده ممكن يخش يعمل ديفيكيشن مره او اتنين هيفضي الكونتنتس اللي في جي اي تي ديستال الاوبستراكشن، بس بعد كده مفيش حاجه بتعدي للديستال بارت اوف ذا انتستين، فالديستال بارت اوف ذا انتستين ده هتبقى فاضيه امتي وتبقى كولابسد وتخش التواليت لا هتجيب لا فيسز ولا فليتس، وطبعا ده الذي يطلق عليه الابسوليوت كونستيبيشن. الابسوليوت كونستيبيشن ده متوقع ان هو هيحصل ايرلي ولا ليت؟ طبعا اكيد هيحصل very early في حالات large intestinal obstruction لو انت تسددت نوعا في الريكتم، وانس حصل obstruction انت مش هتجيب حاجة خالص، ف very early absolute constipation في large intestinal obstruction، very late absolute constipation في حالات small intestinal obstruction،
لان مثلا لو اتسددت هنا في الديودنم هاي سمول انستاين ده لسه العيان ده هيعمل ديفيكيشن للكونتنس اللي في الكولون ولسه هيعمل ديفيكيشن للكونتنس اللي في الايليوم وديفيكيشن للكونتنس اللي في الجوجنا فالعيان ده يمكن يبان عليه الابسولوت كونستيبيشن بعد يومين ثلاثه من الاكيوت اوبستراكشن فاخد بالك على فكره الفوميتنج عكس الابسولوت كونستيبيشن الفوميتنج بيكون ايرلي في الهاي سمول انستاين اوبستراكشن وبيكون ليت في حالات اللارج انستاين اوبستراكشن عكس الابسولوت كونستيبيشن فيري ايرلي في اللارج انستاين اوبستراكشن وهيكون very very late the absolute constipation في حالات السمول intestinal obstruction العيان ده هو تعالى نكشف عليه examination العيان بتاع intestinal obstruction لو جينا نكشف عليه طبعا هتلاقيه في سيخة عنده تشكيلة shock and severe dehydration العيان ده هو بقى locally يكشف على بطن زي ما احنا عارفين بقى واحنا بنكشف على البطن في inspection و palpation و percussion و auscultation و BR examination بالانسبكشن ايه اللي هتلاقيه في العيان بتاع الانسان اوبستراكشن طبعا طبعا هشوف الابدومينال ديستنشن وممكن الاقي السبب قدامي ايه السبب قدامك قدامك الاسترانجوليتد هيرني استرانجوليت مثلا امبرايكال او برا امبرايكال او فيمورال او انجوينال هيرني العيان ده هو ممكن الاقي فيه عنده فيزيبل بريستالسيس شايفها على سطح البطن ومعاها في بربرجماي ايه البربرجماي ده وان سامع بودنك انت يا دكتور الانتستينال موفمنت من غير سماعه اما تسمع الانتستينال موفمنت دي من غير سماعه دي اسمها بربرجماي نوع الاوبستراكشن ايه ده بقى اللي فيه فيزيبل بريستالسيس من كتر الهايبر بريستالسيس انا شايفها على سطح الابدومن و معاها في بربرجماي طبعا البربرجماي ده عباره عن الهايبر بريستالسيس وضيع بتدخل الجاز في الفلويد فتسمع بولولوم بولولوم طبعا ده دليل على ان في ميكانيكال انتستينال اوبستراكشن العيانين دول ممكن نلاقي فيه سكار على سطح الابن ده بيتعمل له عمليه قبل كده العمليه دي قد تؤدي الى ادهيزيف انتستينال اوبستراكشن ممكن نلاقي فيه سويلنج في بطن العيان دايما بنلاقي في الانسان اوبستراكشن سويلنج في حالتين يا تيومر سد السكه يا في حالات الانتسسكشن الانتستين المكلكعه اللي داخله جوه بعض دي بتكون كبيره قوي قوي وعامله لك سويلنج اعمل بالبيشن اعمل بالبيشن لو لقيت هرنيا طبعا هتحس عليها اوعى الهرنيا تكون تنس تندر كح عام مفيش امبلس اون كاف طبعا لو هي تنس وتندر ومفيش امبلس اون كف ده معناها تقول انها تنس ده معناها ان البريشر جوه الهرنيا الساك عالي وطبعا البريشر جوه الهرنيا الساك العالي دون معناه كومبريشن على الولف زي انتستن وسترانجوليشن نو امبلس اون كف معناها ان البريشر جوه الهرنيا الساك اعلى من الابدومينال بريشر وما يكون البريشر جوه الهرنيا الساك اعلى من الابدومينال بريشر this is the pressure needed to compress the wall of the intestine and to occlude the blood supply فتنس تندر نو امبلس اون كاف دي استرانجوليت الهرنيا خلاص وانا بحس على بطني عيان لسه بقول لكم ممكن احس ابدومينال سويلنج في حالات التيومر والانتسسبشن اخوف طبعا وانا بحس على بطن العيان الاقي فيه rebound tenderness rigidity guarding limitation of respiratory movement يا نهار تين دي الخماسيه كان في بين في ال في السيمبتومز مع tenderness rebound tenderness rigidity guarding limitation of respiratory movement دي الخماسيه اللي احنا عارفينها بتاعت الirritation of parietal peritoneum ايه ده اللي يعمل irritation of parietal peritoneum في حالات الانسان obstruction ده الجدار بتاع الانتستين بقى ملتهب والالتهاب وصل للسيروزة اللي بره وده خلى الالتهاب يعمل ريتيشن للبرايتال بريتونيه مين ده اللي قادر فيه البكتيريا انها تخترق الانتستينال وول وتعمل انفلاميشن في الانتستينال وول والانفلاميشن يوصل للسطح الخارجي
غير ان الوول بتاع الانتستين دون دي فايتلايزد. فالريتيشن اوف برايتال بروتونيوم والافيدنس بتاعتها تساوي استرانجوليشن اكيد. حاول تحط السماعه كده هون وتسمع للانتستينال ساوند. طبعا نورمال يا جماعه احنا كده بنسمع 3 4 انتستينال ساوند كل دقيقه على الاقل يعني. ايه رايك لو جيت تسمع الانتستينال ساوند لقيتها جامده قوي وكتيره وفيري لاود عاليه جدا؟ ما لاود انتستينال ساوند دي معناها هايبر بريستالسيس وتبقى دي سيمبل اوكلوجن ميكانيكال انتستينال اوبستراكشن. طب لو العيان ده هو بقى لقيت عنده ديد سايلنت ابدومين يبقى ده عنده انتستينال اوبستراكشن بس من غير بريستالسيس. مين اللي يا جماعه اللي عنده انتستينال اوبستراكشن وتحط السماعه على الابدومين تسمع الهدوء المميت؟ مفيش اي انسان ساوند. الهدوء المميت ده اللي بتاعه ليه ده ديد سايلنت ابدومين. دي اكيد ادايناميك انتستينال اوبستراكشن زي الباراليتيك ايلياس. العيان ده نعمل له بي ار اكزامينيشن. ممكن تلب صباعك في الريكتم بي ار تطلع بالسبب على طول. ايه هو السبب اللي انا ضربت فيه اول ما دخلت؟ حسيت طوبه ناشفه جوه الريكتم. طوبه ناشفه جوه الريكتم دي حاجه من اتنين، يا اما الفيكال امباكشن يا اما تيومر في الريكتم هو اللي سد السكه. فتحس حاجه ناشفه جدا جامده جوه الريكتم دي الفيسز الفيري هارد اللي سد السكه يا كانسر ريكتم. طبعا العيان ده هو اكيد بجانب المانيفستيشن اوف انستال اوبستراكشن ده هي كلها اكيد هيكون عنده مانيفستيشن اوف كومبليكيشن اللي تكتبها بقى لو هو سوير ريتن اكتب مانيفستيشن اوف شوك في سطرين كده النيوروجينيك في سطرين ثلاثه الهايبوفوليميك في كم سطر السيبتيك شوك. ده يا جماعه بالنسبه للسيمتومز والساينز لحد دلوقتي بتاعت مين؟ بتاعت الاكيوت انتستينال اوبستراكشن. العيان ده طبعا بالكلينيكال بيكشر اللي انا شايفها ده هي لازم اتاكد بقى بالانفستيجيشنز. والانفستيجيشنز دي بقى الفيديو كده هيطول، ناخد الانفستيجيشن في الفيديو القادم. Thank you for good listening and good luck.